البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، مسألة أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره، ما هو الراجح في هذه المسألة عندك عمر؟ ليس له حد، ليس هنالك حد لأقله ولا لأكثره. فإذا نزل الدم بصفات دم الحيض فهو حيض، وكذلك لا أقل لأطهر، ليس هناك حد لأقل الطهر ولا لأكثره. إذا تغيرت عادة المرأة بنقص أو زيادة أو تقدم أو تأخر، فما الحكم في المسألة عندك؟ نعم، الصحيح أنها تعتبره إذا جاء بصفاته، إذا زاد بصفات الدم المعروفة فهو حيض، أو نقص اعتمدت النقص، أو تقدم أو تأخر. العبرة بالدم، واختيار الشافعي وبعض الحنابلة ورواية عن أحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: المسألة السابعة، إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء قبل أن تستكمل أيامها المعتادة، مثلا اعتادت 7 أيام، في يوم ترى الدم ويوم ما ترى. قال: في هذه المسألة أقوال. الأول، أيام الدم يكون حيضا، وأيام النقاء يكون طهرا، وهذا قول مالك وأحمد ورواية عن الشافعي. وهذا القول يسمى التلفيق. الثاني، أيام الدم وأيام النقاء كلها تكون حيضا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وهو الراجح عند الشافعية، وهذا القول يسمى السحب، أي حكم على الأيام التي لا دم فيها بالأيام الأخرى لأنها داخلها، أنها داخلها. الثالث، وجه عند الحنابلة رجحه ابن قدامة في المغني، فقال: ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى أن لا يستقر لها حيض، مرة تغتسل ومرة تترك. فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين، والراجح والله أعلم هو القول الثاني، السحب، ما دامت في أيام الحيض فكلها حيض ولو انقطع يوما كاملا. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، إن كانت المرأة تعرف انتهاء حيضها بخروج القصة البيضاء، وإن كانت تعرف حيضتها بالجفاف ولا عادة لها معلومة فالعمل على القول الثالث، بمعنى إن كانت أيامها معلومة معها 7 أيام ثم ترى القصة البيضاء
والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض. إن كانت تعرفها بالقصة البيضاء تنتظر خروج القصة البيضاء. ولو مر عليها اليوم واليوم واليومين بدون دم ثم يعاود علمت من نفسها ذلك ثم يعاود الدم ثم ترى القصة البيضاء فتنتظر. فلو خرج منها الدم يومين ثم يومين لا يخرج ثم يومين خرج ثم رأت الطهر فتجعلها كلها أيام حيض. وأما إن كانت ليس لها عادة فبعدها تنظر إن خرجت القصة البيضاء فتغتسل ثم إن عاود الدم تترك مرة أخرى. وهكذا بالجفاف تنتظر يوما. إن كانت لا يخرج منها القصة البيضاء وإنما تعرف انتهاء الحيض بجفاف الدم وعدم خروج الدم. الجفاف مقصودهم عدم خروج الدم ما يبقى دماء. وإن كانت تعرف حيضتها بالجفاف فتنتظر يوما إن عاود الدم خلال اليوم وإلا بعد يوم تغتسل وتصلي. فإن عاود بعد أن اغتسلت تترك مرة أخرى. المسألة الثامنة علامات الطهر. للطهر علامتان: الأولى خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عقب الحيض وهو حاصل عند كثير من النساء. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أخرجه مالك وعلقه البخاري. الثانية الجفاف، وذلك في حق النساء اللاتي لا يخرج منهن القصة البيضاء، وذلك بأن تحتشي بقطنة بيضاء أي تدخلها محل الحيض وتخرج ولم تتغير. والعلامة الأولى أضبط، لأنه قد يحصل الجفاف لتأخر خروج الدم لا لانقطاعه والله أعلم. المسألة التاسعة: هل يأتي الحامل الحيض؟ يعني هل يمكن أن تحيض الحامل؟ قال في المسألة قولان: الأول أن الحامل لا يأتيها الحيض، وعلى هذا عندهم إذا خرج دم حتى ولو كان على صفة دم الحيض فلا تعتبره حيضا، بل تعتبره دم استحاضة، دماء جروح. هذا هو فائدة الخلاف. فائدة الخلاف: إذا نزل من الحامل الدم على صفات دم الحيض، فالذين يقولون الحامل لا يأتي الحيض قالوا لا تعده حيضا وتصلي. والذين يقولون قد تحيض يقولون إذا جاء بصفاته فهو حيض. الأول أن الحامل لا يأتيها الحيض، وهذا قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد، وهو مذهب أحمد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر وأبي ثور وابن المنذر، وهو ظاهر ترجيح البخاري. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال في الحامل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قالوا معنى ذلك أن الحامل لا تحيض، فلما كانت الحامل لا تحيض أعادها الله إلى وضع الحمل، جعل لها عدة أخرى. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. يعني لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها، فجعل الحمل عالما على عدم الحيض طاهرا أو حاملا، كما جعل الطهر عالما عليه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في السبايا الجواري التي تسبى من المشركين، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
وحديث صحيح يأتي في موضع من الكتاب، جاء عن أبي سعيد وغيره. فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، أنه أذن له أن يقربها بعد أن تحيض، فمعنى أن الحيض لا يجتمع مع الحمل، هذا هو الغالب. واحتجوا بالواقع عند النساء أن الحامل لا تحيض، حتى قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. الثاني أن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف، إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد، وهذا قول مالك والشافعي والليث وإسحاق وأحمد في رواية قيل إنه رجع إليه، وعن مالك رواية كالقول الأول. واحتج هؤلاء بالوجود، قال صاحب الإنصاف وهو الصواب: وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضل غذائه، يعني أن الدم الذي خرج رشح من الولد أو من فضل غذائه، أو دم فساد لعلة، فمحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت، لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه، فلو حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان. انتهى. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول، واستدل عليه بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا خرج هذا الأذى ووجد ثبت حكمه. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. ما هو الذي رجحناه عندك قاسم؟ أنه قد يحصل حيض، لأنه قد وقع تحيض وهي حامل، وينزل الدم على صفات دم الحيض. وأما كون عدة الحامل وضع الحمل فلا ينافي أنه قد يحصل الحيض عند بعض النساء، ولكنها لا تعتد به، وإنما تعتد بوضع الحمل، ولأنه ليس منضبطا، قد يأتي بعض الأشهر فقط ولا يستمر، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما جعل النبي صلى الله عليه وسلم استبراء الأمة بالحيض فذلك لأن غالب النساء لا يحضن أثناء الحمل، وإلا فلو وجد أمة تحيض أثناء حملها لما اكتفي للاستبراء بحيضه، بل لا بد من معرفة عدم وجود الحمل والله أعلم. لو قالت هذه الأمة إنه من شأنها أن تحيض في أيام الحمل وجب على سيدها أن يجتنبها حتى يستبرئ رحمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.